وما نش أول سجين. هو متعود، والقضية هذه قضية السجون الخاصة قد نوقشت من قبل أيام ما كان المحافظ عبد القادر على الهلال، ونزلت حملة كان معه 6 سجون وهدمت السجون اللي خارج الدار، لكن اللي داخل الدار حقه بالعكس زاد أعاد بناءها من جديد تمام. ف ما نش أول سجين، لكن إن شاء الله أكون آخر سجين، مع أني خرجت في مساجين داخل بعضهم على قضايا تافهة، يعني لو ما يحكي لك قصته تتقطع له. أريد أن أوجه نداء لأسرتي وأهل قريتي كلهم، وأقول لهم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا كنت بعيد عنهم فهم في القلب والبال، لا يمكن أن أنساهم، ولا بد من فرج، والله سبحانه وتعالى موجود لن يضيع حق المظلومين، وعليهم بالدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب، فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم حياكم الله في لقاء يتجدد فيه الأمل ويشع منه بصيص نور الحرية لكل المعتقلين ولكل المخطوفين أينما كانوا، في برنامجهم وبرنامجكم الاجتماعي الإنساني نافذة أمل، نساهم من خلاله في إظهار الحقائق الواقعية للانتهاكات الغير إنسانية والغير قانونية والتي تمارس نحو معتقلي شباب الثورة السلمية في جميع ساحات الجمهورية خلال الثورة السلمية. ولو تابعنا وسمعنا من ضيوف الحلقات الماضية للبرنامج سبب الاعتقال رأينا العجب، بسبب نغمة اعتقلوه، وبسبب أخوه اعتقلوه، وبسبب أنه خطيب اعتقلوه، وبسبب أنه يصلي فجر في جماعة في المعسكر اعتقلوه، وبسبب أنه ملتزم اعتقلوه، وبسبب أنه يمشي مع إمام المسجد اعتقلوه، وبسبب أنه يعرف قريب إمام المسجد اعتقلوه. هل هذه طرق قانونية؟ فعلا إنها طرق غير قانونية وأساليب تعذيب بشعة لا يعرفها إلا من عاشها، أجارنا الله وإياكم منها. لكن لماذا هذا التعذيب لشباب الثورة؟ نعم، لأنهم يدعون إلى دولة مدنية يسودها القانون ويسودها الحقوق والواجبات والمواطنة المتساوية. وقبل أن يتم الحوار بين الأحزاب فيما بينها بين، يجب إخراج المعتقلين من السجون ومعرفة مكان المخطوفين. نتمنى أن تكون سحابة صيف وتنتهي لنبني وطننا الحبيب بالعلم والمعرفة والتسامح والوسطية والاعتدال. البقاء للأقوى، السيطرة للأقوى، الهيمنة للأقوى، والكلمة للأقوى. مشكلة تظهر في ضعف تطبيق القانون، يظهر فيها التحكم في مصير الآخرين وفرض قوانين خاصة تابعة لأشخاص، منها انتهاك الحريات، فرض جبايات في كل شيء، وإن رفض فهناك الجزاء. شيء عجيب، وإن رفض فهناك الجزاء وهو السجن الخاص. ماذا نعرف عن السجون الخاصة؟ السجون الخاصة هو التي تفتعلها جهات أو تنشئها أو تكون بعملها جهات غير الجهات الرسمية، وتكون غير خاضعة للقانون لا المحلي ولا الدولي، تكون طبعا غير مرخص لها وغير قانونية لأنها لا تخضع لسلطة الجهات الرسمية أو الجهات القانونية في البلد. السجون الخاصة هي في أغلب الظن لا تتبع الدولة أو الجهات الرسمية، وتكون تابعة لأفراد أو أشخاص أو قبائل أو أحزاب إلى آخره، يتم فيها احتجازهم، وهذه السجون لا تخضع لها القوانين الدولية ولا المعايير المهنية في الوطن العربي أو في العالم برضه. الاعتقال هو بمعنى الصريح يعني انه هو ان ياخذ الانسان بدون اي سبب، بدون قانون، غصبا عنه، بس هذا اللي هم ياخذوه غصبا عنه بدون مبررات، بدون اشياء، ربما تكون اشياء خاصه او اشياء امور بيني وبينها اشياء او حاجه، فاقوم اعتقله هذا الشخص. الاعتقال التعسفي هو ان يقوم شخص مثلا
باختطاف أحد الأشخاص خفية، حيث لا أحد يدري أين قام به أو أخذه وإلى أي مكان قام بأخذه. السجون الخاصة هذا سجون مغلقة تحت الأرض، فيه انفرادية فيه جماعي، يعني يعذبوا فيها عذاب يعني شديد. السجون الخاصة تتبع بعض الجهات النافذة والمشايخ الذين لهم ثقل كبير بالقبيلة أو مسؤولين كبار وهم يعتبرون فوق القانون، هذا هم أصحاب السجون الخاصة. السجون الخاصة في نظام علي صالح طبعا عرفناها بكل صراحة. السجون الخاصة متوفرة لدى القبائل، في سجون أكثر من ما تصور الجميع، في سجون خاصة والله كمان سمعنا يعني تحت ميدان السبعين تحت ميدان التحرير، هذه سجون خاصة لأنها ما لها أي وجود في القانون. في سجون خاصة يعني حتى أحيانا في البيوت عند شيوخ متنفذين أو رجال أعمال أو أي من هذا الأشياء، هذه سجون خاصة يعني يتم فيها حبس الناس كسرا لمحاولة يعني بسط سيطرة أو بسط نفوذ. السجون الخاصة قد ربما تكون لأمور سياسية أو لأمور إرهابية أو لأمور قد ربما تكون شخصية لبعض من المسؤولين أو القيادات في الدولة، تكون فيها أبشع أنواع التعذيب. هناك قصة حدثت ويحكيها شباب من شباب ساحة التغيير في العاصمة صنعاء، وهو أنهم لم يعطوه شربة ماء يتبول ويشرب بوله، هذا نوع من أنواع التعذيب الذي يحدث في السجون الخاصة. من السجون الخاصة هي سجون لا شرعية ولا قانونية، وتعد مخالفة للشرائع السماوية والقوانين الدستورية المحلية والدولية، وهذه تعد من قبل جهات غير قانونية وتخدم جهات خاصة متنفذة في أي بلدان العالم، وهذه المستخدمة في شعوبنا الشعوب العربية خاصة الآن لإذلال الشعوب وقمع الشعوب واستبدادهم تمام للمرور وراء جهة معينة أو حاكم معين بأسلوب غير قانوني وبأسلوب غير دستوري أصلا. في مواد في قانون الإجراءات الجزائية تؤكد فيها من هي الجهة التي يحق لها أن تحبس وما هي الإجراءات التي تتم فيها القبض على المتهم، ثم هناك شروط خاصة للسجن، وأيضا أين يرحل المتهم إلى أي سجن حسب قضيته وحسب تهمته، والنصوص واضحة بموادها القانونية والمتفق عليها من الشارع اليمني. لكن في بعض المحافظات اليمنية تمارس انتهاكات ومخالفات قانونية من بعض المتنفذين، وأكأنهم هم القانون بطريقة مخالفة للشرع والأعراف والقانون البشري. نشاهد الآن مع بعض ضحايا السجون الخاصة. مدير مدرسة، مربي أجيال، يعمل على بناء جيل فاهم واعي، ماذا حصل له في السجون الخاصة؟ وأيضا دكتور ساهم في خدمة الآخرين وخدمة الناس في مجال الجراحة وخدمة منطقته بكل تفاني، ماذا جرى له؟ تعالوا وشاهدوا معنا. أنا الأستاذ فيصل نعمان علي، أعمل مديرا لمدرسة قريش بالصادق مديرية الشرية محافظة البيضاء. بسبب انتمائي للثورة الشبابية منذ بدايتها ودخولي ساحة المظلوم في العدين، مشاركتي فيها لعدة جمع، كان الشيخ صادق بن علي محسن باشا يرسل أشخاص من قبله إلى البيت وأنا غير موجود إما في العمل أو في الساحة، يهددهم بأنه سوف يهدم البيت وبأنه سوف يلغي وظيفتي وبأنه عدة تهديدات. ما أن كان ما بين الفصلين الاختبارات، خلصت الفصل الأول نزلت وشاركت في ساحة نصرة المظلوم في العدين الجمعة الأولى والثانية في تاريخ 12/2/2012، وأنا بسيارة أخي في الطريق من دار عمير قريتي المؤدية إلى العدين، طريق فرعي طبعا، نتفاجأ في أحد المنطقة اسمها المخدرة، تفاجأنا بسيارة إلى أمام السيارة
نزلوا منها 6 مسلحين عليهم الجعاب والقنابل وآليات، وانتشروا على السيارة حق أخي، وجهوا الآليات. خير وش في يا خبرة؟ إيش دي حدث؟ قالوا انطم ولا كلمة. طلع واحد جنبي والباقي في خانة وسط سيارتنا صالون، ومشي ساكت. مشينا، خرجت التلفون حاولت أتصل، قد عرفت إنهم من أتباع الشيخ صادق. حاولت إني ما أتصل، شل التلفون من يدي، قال أي حركة باتي هي نفسك وانكسر ناموسك. جزعنا بكل هدوء لو ما أدخلونا أنا وأخي إلى داخل بيت الشيخ، إلى داخل الحوش في قصاع حليان. قد فتشونا، يعني تفتيش بعد التفتيش، هم عندما اعتقلونا ظلوا موجهين السلاح حتى وصلنا إلى بيت الشيخ. وبعد لو ما نزلنا من السيارة أخذوا التلفونات، أخذوا الجنبية، يدخل يده إلى تحت الكوت لعله ماشي سلاحنا لابس بدلة ورايح. ذيك اليوم كنت مسافر بعد عطلة الفصل، ما بين الفصلين بعد الاختبارات. طلعت السلام عليكم يا شيخ، وهو في الغرفة حقه قال أنت ذي تدرس في قيفة؟ قلت له نعم. عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يا طرطور يا كلب يا ساقط يا سفيه يا الفاظ، يعني يستحي الإنسان أن يذكرها. وش سر عيال الرعية؟ أنا شي قصرت في حقكم حاجة؟ ليش يروحوا للساحة؟ يا شيخ هذه في إطار ثورة شبابية شعبية سلمية، ما احناش لاحق مشاكل. قال انطم ولا كلمة يا حمار يا كلب، إن جاء فلان العساكر حقه أول حاجة سلموا 100,000 أجرة العساكر حق ما اختطفونا من الطريق، 100,000، وصلحوا لهم 2 مراود. لا قد احتبست ولا أنا داري ويش المراود. أوصل شلوني أنا وأخي، نزلونا للحوش وشلوا أقدامنا ويدخلوا مغالق للحديد حق البناء مبروم، مقاس 18 مبروم فيه كذا زوائد في الحديد، وكل واحد يصلحوا له 2 من الرجل هذه من القدم هذه للقدم هذه، قد هي مجهزة. يدخلوا القدم وبعدين يضربوا في المطارق الكبار حتى ينضغط. وإيش أنا قاتل وإيش صلحت؟ أنا مدرس، أنا سارح بعد عملي. المهم كل ما فتحت فمك إلا هذاك على قفراسك اسكت انطم ولكن لا تكثرش كلام. وادخلونا داخل السجن. السجن ما عمري احتبست، طبعا غرفة حوالي 4 متر في 2.5 متر، أدخل في قدامي 10 وأنا وأخي 12. تخيل السجن هذا لا ندري لا متى الصباح ولا متى الظهر ولا متى الليل، حتى بعض الأيام اللي تطفى فيها الكهرباء ما نسمعش صوت المؤذن حق المسجد، ما ندري متى الوقت. يأخذوا منك الولاعة، يأخذوا القلم، يأخذوا كل حاجة. وانت خارج دخلنا على فراش قمل وحشرات و... المهم ما جاء 3 يوم إلا وإحنا جلودنا كلها هذه تحك. طبعا قضاء الحاجة في... قالوا في حمام في السجن في طرف الغرفة يسموا حمام، عبارة عن كوع بدون كرسي بدون بناء بدون باب، وبعدين ترقد والأكل يجيك إذا وجد أكل، يجي الأكل وذاك هناك في الحمام لا تقدر تأكل ولا تقدر تشرب ولا تقدر تصلي. المهم 48 يوم في السجن.
اليوم كانت تمر كشهر. إيش إذا حاولت تتحدث في طاقة وفيها حديد ومقفلة، ما قد شفت أنا طاقة تقفل من الخارج بقفل حديد دروف لا يدخل لا ضوء ولا حاجة. إذا دقدقت الطاقة وصيحت الناس يجوك ولا حاجة، ما هنبت هي نفسك تحصل لك سباة ولا دخلت السجن. بيفرج عني اليوم غدا بيطلبنا التحقيق، مش أساسا حتى سجن حكومي، سجن شخصي حقه شخصيا، مش أنا السجين الوحيد. يعني هذا يجي ويدخل وهذا يمسك الثاني، واللي يسلم أدب يخرج، اللي يدي 200 اللي يدي 100 اللي يدي 50. أخي طبعا مغترب بالسعودية وعنده الفيزا قد بات خلص عليه، والسيارة محجوزة داخل وحتى سعودية. يكلم هذا العسكري، يكلم هذا الوسيط، كلموا الشيخ، ما انت خارج إلا ب10,000 سعودي، واحتجز الجواز ويدفعها 10,000 ريال سعودي، فكوا له القيود وسلم 10,000 وظل الجواز معه حتى تسافر، بحيث انك ما ترجع الساحة تبلغ ولا حاجة، محجوز. مجرد ما سافر رجعوا أدوا للسفر وقد هو على الانطلاق. أنا ظلت في السجن. في ذات يوم خرج الشيخ، قلت له يا شيخ الله يرضى عليك، شيء أخطيت في حقك صلحت حاجة، أشتي خارج نفسي عساس أخرج. إيه الفت للعساكر حقه، من هو هذا ذي يتحدث، من هو هذا المخنوف؟ قالوا له هذا الأستاذ فيصل. قال ها، خلاص حرمت الكلام، شيء لا يجدي. وظليت على هذه الحال لا مرة، أظلي طبعا تعبان أنا في الصدر، وفي مساجين جنبي دي يشحتوا يدوا لهم حبة دخان من تحت الباب، الثقب حق الباب يدوا لهم حبة دخان ويشربوا وأنا يأذيني صدري. أظلي جنب الخرم حق الباب اللي حق الغسيل حق الحمام حق السجن بكله، لعلي أشتم قليل هواء. أسمع واحد يقول ها قولوا للشيخ هذا فريق إعلامي حقوقي. قلت فرصتك يا فيصل، دقدق الباب لعل الفريق الحقوقي هذا يسمع. دقدقت الباب، عرفوا العساكر، سواق الشيخ راح شغل السيارة لا قدام الطاقة حق السجن ويضغط بنزين وفرامل على أساس يعلي صوتها، ودخلوا الفريق وفتحوا الباب حق السجن، دخلوا كم حوالي 7 عساكر لا جنبي، وغطوا على فمي وحاولت أضاربهم، ما أنت ضارب فوقي 2 قيود حوالي 15 كيلو. مهم سحبوني على الغرفة كاملة وظلام، لو ما خرج الفريق. قال لي واحد، قلت لك لا تكون تتحدث، انطم ما هني انكسر ناموسك، ها وش استفدت؟ علم الشيخ ان انا صيحت بعد ما جزع الفريق حوالي 3 يوم. قال قولوا الاستاذ فيصل طلعوا لعندي. جاءوا لعندي قالوا جاوب الشيخ، قلت ما بجاوبوا شيء. المرة الأولى وسبني وسببي، والمرة الثانية ناديته وراح طايم سافر صنعاء وسبني وأهان، قلت أنا هنا في السجن لو ما يحكم الله. قالوا لو ما رضيش يجاوب قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لا لعل الضغط الإعلامي كأنه أثر فيه أو شيء، طلبني في يوم جمعة حوالي 33، فضل عساكر من جنبه، واحد جالس هناك واحد جالس هناك، طلبني قال اجلس هنا، وقفت قال اجلس عند رجله وعلى جلست.
قال دي تخرجوا في الشارع لا مشايخ بعد اليوم واذا صلحت فيك حاجة؟ طبعا انا ايش تخرج؟ قلت له يا شيخ انا مش ضد المشيخ، اليمن كلها مشيخات. احنا مش ضد المشيخ، احنا ضد الظلم، انا كان مصدره ايا كان نوعه. ما عاد لقاني ايش اكمل. قلت له ما انت شيخ ابا عن جد، ما انتش معين بقرار جمهوري. قال اشكرك على هذه الكلمه، الان بفك لك، بنطلق سراحك حرا طليقا بهذا اللفظ. لكن شوف والله 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 لو اسمع انك رحت ساحه ولا تصدق المطبلين ولا تسرح مثل ما فعل ذي قبلك الدكتور هذا الطويل، ساح تعمل لي مقابلة بضيعك وبرجعك بين القيود. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ويشير إلى صدره من فعله، فيه بأس شديد ومنافع للناس. وبعدين برصاص طايشات لا ما بينفعك شيء، لا يقع زائد ناقص لأي خادم جزء. وإن جاء فيصل الله يرحمه، لا إله إلا روح قصد الله على عيالك وبطل السرحة والرقصة في الساحات مع الدشر وانت بالرعوي. المهم خرجت من السجن وتكرما مني، يقول لي تكرما مني مسموح الحباسة. الحباسة في عرف الشيخ انك لو ما تخرج حق ذي يفك القيد ويركبه 10,000، وحق ذي يختطفك على حسب الجناح، جناياتي سياسية لاني رحت الساحة 100,000. وقد لعله الادب حق اخي 10,000 سعودي قد شفع لي بدون ادب الحباسة وبس. 48 يوم في سجنه الخاص، والسجن اللي انا فيه قد يسموه العساكر وذا قدو 5 نجوم في نظره، عاد باقي سجن بدروم، الارض ما هي شي مبلطه ولا سمنت، بين تراب ويبولوا عزك الله لا داخل دباب، كل واحد خبي بوله، والاذى الى داخل اكياس. حياه ما قد عشتها ولا كنت ما كانش في بالي ان هذه موجوده في اليمن. هذه السجون الخاصه، ها؟ هذه السجون الخاصه، شخصيه اعتباريه، ناهيك عن المظالم الاخرى، يجبر الناس على انهم يربوا ايش؟ المواشي. تمام؟ كل بيت فيها طلي 2 جدي. لمن هذا؟ حق الشيخ غصبا عنه. طبعا انا منذ عرفت الحياه ما قد شفت حتى عسكري وصل لقريتي، ولا نحن نسلم زكاه ولا ضرائب ولا نعرف الدوله ولا نشتكي، لا كل شيء الشيخ هو القاضي وهو النيابه وهو التربيه وهو حتى مدير المدرسه، ما قدرش يرفع غياب الا باذن. يعني لمن تشتكي؟ لمن اذا كان اداره الامن بيده، اداره كلهم متواطئين معه. الآن أنا معرض للتهديد في أي وقت. أوجه ندائي ورسالتي إلى حكومة الأخ محمد سالم باسندوه، وإلى وزارة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، أن ينظروا إلينا، أن يناقشوا قضيتنا، أن يطلعوا على حالنا، لأني مهدد في أي وقت. ما الآن ما استطيعش أرجع إلى القرية حقي، مجرد ما اختطفت. تمام؟ كان في ناس يصلوا في الساحة من قريتي، عرفوا ما صار فيني هربوا من القرية. الآن حوالي 8 أسر مهجرة، بعضهم بأسرهم بزوجته بأطفاله، جزعوا من القرية ورأوا ساكنين فين؟ في إب، خوف من بطشه.
والآخرين جزعوا والآن موجودين في ساحة خليج الحرية في إب معهم خيمة مهجرين دار عمر. أنا بالنسبة لحياتي الشخصية أنا ما عاد أنا شي خايف، تمام، إنما خوفي على أطفالي على الأسرة، أملي في الله كبير لعل وعسى أن يضعوا حد. أنا ممكن أقع الضحية، قلت لك في 3 سجون معه وما نش أول سجين، هو متعود، والقضية هذه قضية السجون الخاصة قد نوقشت من قبل أيام ما كان المحافظ عبد القادر عليه الهلال، ونزلت حملة كان معه 6 سجون وهدمت السجون اللي خارج الدار، لكن اللي داخل الدار حقه بالعكس زاد أعاد بناءها من جديد و... تمام، فما نش أول سجين، لكن إن شاء الله أكون آخر سجين، مع أني خرجت في مساجين داخل بعضهم على قضايا تافهة، يعني لو ما يحكي لك قصته تتقطع له. أريد أن أوجه نداء لأسرتي وأهل قريتي كلهم، وأقول لهم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا كنت بعيد عنهم فهم في القلب والبال، لا يمكن أن أنساهم، ولا بد من فرج، والله سبحانه وتعالى موجود لن يضيع حق المظلومين، وعليهم بالدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب، فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حيث.